يا ترى هل في أسر تقدر تخفض احتياجاتها الشهرية من استهلاك، سواء بقى من المواد الغذائية أو السلع الاستراتيجية اللي ما يستغناش عنها أي بيت؟ إمتى ممكن يحصل ده؟ إزاي تقدر الأسرة تحقق المعادلة الصعبة دي؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده، فتابعنا للآخر. بانكير، نبض البنوك. بعد أسابيع تبدأ مرحلة العروض الكبرى على السلع والمنتجات، سواء من الشركات المحلية أو الشركات العالمية، لأن الوقت ده من كل سنة وتحديدا في شهر نوفمبر فهو موعد عروض البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء زي ما بنقول عليها هنا في مصر. هنا بتوصل نسبة التخفيضات ل70%، وحضرتك تقدر تصطاد العروض وتوفر فاتورة احتياجاتهم للنص. إيه هي مزايا الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي؟ أول حاجة بتعتبر فرصة للتاجر والمستهلك، لأن بتحصل حالة رواج اقتصادي فيها، وبيبقى في عروض ممتازة في السوق المصري لأن المنتج بيحاول يتخلص من البضائع القديمة عنده، وده بيدفعه أنه يعمل عروض عليها اللي ممكن توصل للنص وأكتر من كده كمان، في بعض الأوقات بتوصل ل70%. طبعا الخصومات دي بتعتبر محفز كبير للمستهلك علشان يشتري كل احتياجاته. عشان كده هنقدم لك شوية نصايح وانت بتشتري من عروض الجمعة البيضاء، اللي أولها إن حضرتك تروح على المنصات الإلكترونية والمتاجر الموثوقة اللي بتقدم عروض حقيقية، يعني مش أي حد وخلاص. كمان حاول تتجنب الإعلانات الوهمية والمضللة أو اللي بيتقال عليها العروض الوهمية. ولو عجبك منتج وعايز تشتريه، ما تنساش تاخد فاتورة بعد الشراء علشان تضمن حقك في حالة لو انت عايز ترجعه، او في حالة وجود اي عيب في المنتج بعد ما اشتريته، واياك تندفع لشراء اول شيء تقابله من غير ما تتأكد ان السعر مناسب ليك. كمان لازم تشتري المنتجات اللي تتماشى مع احتياجاتك، تتأكد كويس جدا من جدية التخفيضات والعروض وانت بتشتري. اخيرا، ميعاد الجمعه البيضاء بيكون يوم الجمعه 29 نوفمبر اللي جاي. ده ميعاد عالمي مش في مصر بس، وبيكون الجمعه الاخيره من شهر نوفمبر كل سنه. اتسمت بلاك فرايدي لانها ارتبطت بحدث مهم في القرن ال19، كان حصل ازمه ماليه سنه 1869 في الولايات المتحده. في الوقت ده اتاثر الاقتصاد الامريكي، فوقفت حركه البيع والشراء وتراكمت البضائع. حصلت كارثه اقتصاديه للبلد، ده دفع الشركات لعمل تخفيضات كبيره على السلع والمنتجات علشان تتباع وتقلل كمان خسائرها. ومن ساعتها وهي بقت عادة سنوية في آخر جمعة من شهر نوفمبر كل سنة. أما عندنا هنا في مصر بنسميها الجمعة البيضاء، لأن الجمعة يوم مقدس بننزل فيه نصلي في الجوامع، وأغلبنا بيخصصوا للعبادة وقراءة القرآن، عشان كده ما ينفعش عليه نقول غير الجمعة البيضاء. وأخيرا، لو لسه محتاج طريقة علشان تقلل فاتورة احتياجاتك الشهرية للنص خاصة في شهر نوفمبر، فراقب كويس عروض الجمعة البيضاء واصطاد الفرص الكويسة براحتك. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.